حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. معرض فني لصحفي أمريكي قتل في اليمن قبل 4 سنوات. ميليشيات الحوثيين تحاصر سكان قرية شمال صنعاء. من أخبارنا المنوعة، السجن مدى الحياة لبريطاني خطط لقتل رئيسة الوزراء تيريزا ماي. أهلا بكم. حالة قتل جديدة تشهدها معتقلات ميليشيات الحوثي، ووفقا لموقع المصدر أونلاين وفاة مختطف تحت التعذيب في أحد سجون الحوثيين بصنعاء. أكد مصدر محلي وفاة أحد المختطفين متأثرا بعمليات التعذيب التي تعرض لها في سجون جماعة الحوثيين بصنعاء. وقال المصدر للموقع إن المختطف يوسف عبد الله مسعد المقبلي أحد أبناء مديرية الرضمة شرق محافظة إب توفي في السجن الحربي الخاضع للميليشيا الحوثية بصنعاء، وقد اختطف المقبلي في نقطة بيت اليزيدي مطلع يوليو الماضي، ونقل إلى أحد سجون الجماعة بمدينة دمت، ثم نقل للعاصمة صنعاء وفارق الحياة نتيجة التعذيب الذي تعرض له في سجون الحوثيين. وترفض جماعة الحوثيين تسليم الجثة أو السماح لأسرة المتوفي بمشاهدتها أو السماح بزيارة 2 من أقاربه لا يزالان في السجن. يذكر أن عشرات النشطاء المدنيين قضوا تحت التعذيب في سجون تابعة لجماعة الحوثيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء والانقلاب على السلطة قبل حوالي 4 سنوات. منذ سنوات أو إنه لأنهم لا يريدون دفع إيتاوات لميليشيا الحوثي، تفاجأ سكان قرية قريبة من صنعاء بأطقم تحاصر قريتهم. ووفقا لموقع عدن الغد، ميليشيات الحوثيين تحاصر سكان قرية في صنعاء. وأوضحت مصادر محلية فجر اليوم السبت أن الميليشيات حاصرت قرية غولة زندان في مديرية أرحب من مختلف مداخلها، ومنعت السكان من الخروج منها أو الدخول إليها. ووفق المصادر، جاءت محاصرة القرية على خلفية رفض السكان دفع مبالغ مالية كبيرة، وهو ما قوبل بالرفض. منذ سنوات وصلاح القاعد معتقل بلا تهمة في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء، ولا أحد يعلم عن أخباره شيئا. وقد كتب شقيقه عبد الباسط القاعد مقالا عن اللحظات الصعبة التي تعيشها أسرة أحد المعتقلين في سجون الميليشيات، وقال في جزء من مقال تنشره بالقيس: 3 سنوات منذ اختطافك يا شقيق الروح مرت ثقيلة وكئيبة علينا جميعا. سنوات كبيسة تحول فيها اليمن إلى معتقل كبير، لا فرق بينك وبيننا إلا بالتضحية والبطولة. 28 أغسطس 2015 اختطف الحوثي السكينة من قلبي والدي، وزرع محلهما القلق والدموع. يكبر أو الصلاح ويكبر معه الوجع، وطلب نعجز عن تلبيته، أريد بابا. 3 سنوات هي عمر أوس وحيدك وفلذة كبدك وقرة أعيننا جميعا، وكأن الحوثي وهو يخفيك ويؤذيك يتعمد إيصال الأذى ليس لأوس الإبن وإنما لأوس الأب، فاليمنيون هم أبناء الأوس. أتذكر يوم اخترنا الاسم سويا، وعبق التاريخ يعطر فرحتنا بأوس المولود وتاريخ الأوس التليد. ستنجلي الغمة وتولد اليمن من جديد. أتذكر الاتصال اليتيم الذي تلقيته منك بعد اختطافك بأيام وأنا على مشارف مدينة عدن، وكم آلمني وجرحني حين قلت لي إنهم يعذبونك بقسوة، لقد انتحبت بمرارة وحرقة. وقلت حينها إن العنف الذي يستخدمه الحوثي ضدك وضد أنقى ما فينا سيرتد في صدره خنجرا مسموما، وذلك واقع لا محالة وعما قريب. لقد مرت باليمن خلال سنوات اختطافك أحوال شابت لها الرؤوس، وقد ارتقى في سبيل الخلاص الآلاف من الشهداء الأبطال من خيرة من أنجبت اليمن ممن تعرف ولا تعرف، وستصاب بالدهشة حينما ستخرج بطلا مرفوعا على الأعناق، وستحتاج إلى دهر لاستيعاب المشهد والإلمام بكل تفاصيله. استأنفت شركة مصافي عدن العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال الأنبوب الممتد إلى محطتي الحسوة والمنصورة لتوليد الطاقة الكهربائية، والبالغ تكلفته 2 ملياري ريال بتمويل حكومي. ووفقا لموقع مسند للأنباء، فقد أوضح المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد البكري أن استئناف العمل في المشروع الذي تنفذه شركة صينية متخصصة جاء بعد وصول الأنابيب الجديدة الخاصة به، والتي يبلغ قطرها 16 بوصة بالنسبة لأنبوب المازوت
6 بوصات لأنبوب الديزل. وأكد البكري على أهمية استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي توقف بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة أواخر مارس 2015. وبين البكري أن هذا المشروع يأتي في إطار مشاريع التطوير والتحديث التي تنفذها الشركة حاليا، ومنها مشروع تطوير وتحديث محطة الكهرباء الخاصة بالمصفى، وتم فيه الانتهاء من تركيب الغلاية الأولى فيها، ويتوقع استكمال تركيب الغلاية الثانية خلال الأيام القادمة. نحن أو رغم الحرب التي تدور في مختلف المناطق وتجر معها الظروف الصعبة، إلا أن مواقف كثيرة تظهر لتؤكد تمسك كثيرين بقيمهم. فوفقا لموقع الصحوة نت، أعاد شاب مجوهرات ثمينة ومبلغا ماليا فقدتهما إحدى النساء بمحافظة إب وسط اليمن. وقالت مصادر محلية للصحوة نت إن امرأة فقدت مجوهرات ثمينة ومبلغا ماليا في إحدى المنتجعات السياحية بوادي بنا بمديرية السدة شرق محافظة إب. وأضافت المصادر أن ما داخل الحقيبة يقدر بمئات الآلاف من الريالات، وأنها قررت مع أطفالها الأربعة البقاء جوار الشلالات حتى تجد ما فقدت. وبعد أن عرف أهالي المنطقة برفض المرأة المغادرة، خرجوا جميعا للبحث عما فقدت، وتطوع الكثير للبحث عن الحقيبة. ولم تمر سوى ساعات حتى أبلغت الأم بأن أحد المواطنين قد وجد حقيبتها في الوادي. ووفقا للموقع، فقد قام المواطن بإيداعها شيخ قرية بيت الرميصة بمديرية السدة، وقد تم تسليم الحقيبة لمالكتها بحضور وجهات اجتماعية من القرى المجاورة دون أن ينقص منها شيء، وسط إعجاب وإشادة من الحاضرين. وأظهر مقطع مصور لحظات تسليم الحقيبة لصاحبتها من قبل أعيان المنطقة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نطالع من الأخبار المنوعة ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط. السجن مدى الحياة لبريطاني خطط لقتل رئيسة الوزراء تيريزا مي. وتقول الصحيفة: قضت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة على شاب بريطاني خطط لقتل رئيسة الوزراء تيريزا مي بتفجير عبوة ناسفة، أولا للوصول إلى مكتبها في داونينغ ستريت، ثم استخدام سكين أو مسدس لمهاجمتها. وفقا للشرطة، فإن نعيم الرحمن 21 عاما من شمال لندن خطط لتفجير عبوة ناسفة عند بوابة داونينغ ستريت المشددة الحراسة حتى يتمكن من الوصول إلى مكتب مي أثناء الفوضى التي تعقب الانفجار بغرض اغتيالها. وأدين نعيم الرحمن الشهر الماضي بارتكاب أعمال إرهابية، وأصدرت محكمة أولد بيلي في لندن اليوم حكما بسجنه مدى الحياة، وسيقضي 30 عاما خلف القضبان. وقال دين هايدون كبير المنسقين الوطنيين لمكافحة الإرهاب في بريطانيا: كانت رئيسة الوزراء هدف نعيم الرحمن، لكن لم تكن لديه غضاضة في فكرة قتل المرأة الأبرياء في مسعى للوصول إليها. وبينما كان يضع خطته، كان نعيم الرحمن يعتقد أنه يتواصل عبر الإنترنت مع أعضاء من تنظيم داعش، لكنه كان في واقع الأمر يتواصل مع ضباط سريين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وجهاز المخابرات الداخلية البريطاني. واعتقل نعيم الرحمن في نوفمبر الماضي بعد فترة قصيرة من لقاء جمعه دون أن يدري بضابط شرطة متخف، وحصوله منه على ما كان يعتقد أنها قنبلة بدائية اتضح بعد ذلك أنها مزيفة. نحن والحرب وأبواب التغيير الموصدة. تحت هذا العنوان كتب محمد عبد الحكم دياب مقاله المنشور في القدس العربي، مضيفا في أجزاء منه: مشاكل المنطقة العربية تعقدت بعد حراك يناير 2011، وكان المفروض لها أن تنفرج، ومر الحراك قصيرا وعابرا كالحلم، وجاء من حولوه إلى كابوس وأعادوا به الوضع إلى سابق عهده، وأضحى أكثر توحشا وشراسة. وعلى مدى أكثر من 7 سنوات تغيرت نظم وسياسات، واندلعت صراعات وحروب داخلية وبينية وإقليمية، منها ما هو نظامي ومنها ما هو من عمل الجماعات والعصابات، حيلولة متعمدة رافضة لبناء دولة القانون والعدالة والكفاية، ومانعة لوحدة وطنية مطلوبة، وغير مستعدة لإقرار المساواة القانونية والدستورية بين المواطنين دون تفرقة.
كل ذلك أصبح وصفة مثالية للارتباك والاضطراب والفوضى ودوام الاستبداد والفساد والتبعية، وتمت تغطية العجز المطلق عن إنجاز أي تحول وطني أو ديمقراطي، وذلك بتزكية الفشل في تحقيق شعار واحد من شعارات ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. وشيطنة تلك الشعارات والابتعاد عنها، وتجسدت تلك الشيطنة في مواقف جماعات الإسلام السياسي من التيارات الوطنية والعروبية والاشتراكية، ووصفها في خطابها المذهبي والطائفي والعشائري بالعلمانية والليبرالية بغرض تكفيرها والتحريض عليها والتحرش بها والنفور منها. وبذلك أغلق الباب عن عمد أمام اللقاء والحوار، وحيل دون قيام جبهة وطنية تواجه الدمار الشامل الموجه ضد الشعب بكل فئاته ومكوناته، وهو تواطؤ عابر لدول وبلدان المنطقة العربية، مع إدراك ما في ذلك من خطر على الأمن الوطني في الداخل والأمن القومي بين الدول التي تعاني من الحصار والتضييق. وإذا ما تم درء ذلك الخطر فسوف تكون هذه خطوة مهمة على طريق الألف ميل، فلعل وعسى. اهتمت صحيفة الجارديان البريطانية بقرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ونشرت تحليلا للكاتب بيتر بومونت بعنوان: الولايات المتحدة تخاطر بدورها في الشرق الأوسط لأعوام قادمة. ووصف بومونت الوكالة الأممية بأنها وليدة تزاوج الكارثة بالفشل، وأضاف موضحا أن المقصود بالكارثة هنا هو النكبة، فيما قصد بالفشل عدم قدرة المجتمع الدولي على التوصل لحل منصف للصراع. القضية بحسب ما قال بومونت لم تعد تقتصر على اللاجئين الذين وصفهم بالأصليين أو الذين نزحوا منذ 1948، لكنها أصبحت أكثر تعقيدا، فهي تشمل أبناء اللاجئين وأحفادهم بما يشمل 5 ملايين فلسطيني، وهم من تقدم لهم الأونروا خدماتها. وأضاف أنه إذا كنا في عالم آخر أكثر مثالية كان المفترض أن يكون دور الأونروا قد انتهى، لكننا لسنا في هذا العالم، بل في عالم تقوم فيه الوكالة الأممية بدور هام في تقديم خدمات حيوية للاجئين في غزة وبيت لحم والأردن ولبنان وسوريا، تشمل التعليم والصحة. ويقول بومونت إنه إذا كان الأمر شديد الوضوح فيما يتعلق بتوجه الإدارة الأمريكية في ظل وجود دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر تجاه دعم إسرائيل بشكل كامل، لكن الأمر غير الواضح هو ما هو الهدف الذي يسعى ترامب ومن يستشيرهم إلى تحقيقه. مؤلف كتاب رهاب الإسلام الأمريكي، فهم جذور الخوف وصعوده، خالد بيضون يكتب مقالا عن كيف حول متطرفو الجانبين الإسلامي ونقيضهم الكلمات الإسلامية إلى مصدر للقلق، ويسرد حالة حدثت معه يوم العيد الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويضيف في مقال أعادة الغد نشرة: كانت الله أكبر هي آخر الكلمات التي نطقتها على الهاتف قبل إنهاء حديثي مع أمي بينما أقف في الطابور الأمني في مطار ديترويت. كان ذلك يوم عيد الأضحى أقدس المناسبات الإسلامية، وبعد إغلاق الهاتف شعرت مباشرة بالتحديقات في ظهري بثقل شك مفترض يطبق علي، وأدركت أن عبارة الله أكبر التي استخدمتها بشكل عرضي تماما عانت شيئا مختلفا جدا لأولئك الذين سمعوها من حولي. وبوصف رجلا ملتحيا أسمر البشرة أشر خروج عبارة الله أكبر من بين شفتي على أنني أصبحت تهديدا إرهابيا محتملا، وشرع ذلك الشعور المألوف بالذنب بالزحف علي، حتى مع أنني عرفت أنني لم أفعل أو أقل شيئا خاطئا. تشكل عبارة الله أكبر جزءا جوهريا من اللغة الدارجة لكل أمريكي مسلم، وينطقها بلا انقطاع العرب المسلمون والمسلمون والمتدينون وغير المتدينين من كل عرق وجنسية. وفي الحقيقة تصدر هذه العبارة عن أفواه العرب المسيحيين بنفس التكرار الذي ينطقها به المسلمون تقريبا، وهي إعلان عن التسليم والإخلاص اللذين يتسمان بقبول عالمي وعابر للأديان. وقد ردد هذه العبارة ملايين المسلمين الأمريكيين الذين احتفلوا بعيد الأضحى في كل أنحاء البلد معلنين الله أكبر
تعبيرا عن خضوعهم لله بينما يؤدون صلاة العيد، في حين خلقت إدارة ترامب مناخا كثيفا من رهاب الإسلام في الولايات المتحدة، فإن الجذور التي تسمع بالخلط بين التعبيرات عن عظمة الله وبين الإرهاب هي بعمر قرون في أمريكا. وقبل وقت طويل من إعلان ترامب أن الإسلام يكرهنا أو تأييد المحكمة العليا، الأمر الرئاسي التنفيذي الذي يطلق عليه على نطاق واسع اسم حظر المسلمين، نظرت المحاكم الأمريكية باستمرار إلى الإسلام باعتباره أنه دين معاد يتناقض مع الديمقراطية ومفهوم المواطنة الأمريكية. تنظم عائلة الصحفي الأمريكي لوك سومرز معرضا للصور الفوتوغرافية التي التقطها خلال الفترة التي قضاها داخل اليمن في شهر سبتمبر القادم بتنظيم من مؤسسة ريتشارد كوري الأمريكية بشراكة مع جمعية أفلام أولمبيا. وذكرت عائلته في تقرير لموقع ريتشارد كوري فونديشن أنها ستعرض الصور والفيديوهات التي التقطها سومرز في اليمن في مسرح الكابيتول بأمريكا تحت عنوان يوم في حياة اليمن. وذكر الموقع وفق ترجمة الموقع بوست أن الغرض من المعرض هو تسليط الضوء على صفات سومرز الإنسانية والوقت الذي قضاه في اليمن إلى جانب الناس العاديين هناك. وأكدت أن المعرض أيضا يأتي تقديرا للعمل الجميل والمفيد الذي قام بإنشائه خلال الفترة من 2011 إلى 2013. لوك سومرز من مواليد العام 1981، وصل اليمن في العام 2011 كمدرس للغة الإنجليزية، لكنه تحول لاحقا للعمل الصحفي والتصوير ووثق العديد من الأحداث في اليمن، خاصة إبان الثورة الشعبية من خلال بقائه في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء. سومرز اختطف من قبل مجهولين في العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2013، وظهر في محافظة حضرموت من خلال فيديو لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ناشد فيه بلده لإخراجه من الاحتجاز. وفي محاولة لإنقاذه نفذت القوات الأمريكية غارة في حضرموت خلال شهر ديسمبر من العام 2014، وتمكنت الغارة من إنقاذ 6 يمنيين وسعودي، لكن لم يتم العثور على سومرز ورهائن غربيين آخرين. وفي وقت لاحق ذكرت تقارير صحفية أن سومرز قتل رميا بالرصاص خلال محاولة إنقاذه الفاشلة. وفي جولتنا المصورة نشاهد مجموعة من الصور التي التقطها الصحفي الأمريكي سومرز الذي قتل في اليمن، وقد التقط العديد من الصور من ساحة التغيير ومن مناطق أخرى في اليمن. نتابع. يختزل رسام الكاريكاتير أفكارهم ومواقفهم بتعبيرات قليلة لكنها بالغة الأثر والتعبير ويبقى صداها لزمن طويل. مجموعة من أعمال اليوم المنشورة في الصفح نتابعها. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.